حامد قبض على كل واحده قطع صباعه وحاطط الوشم، انا فلت منهم بالعافيه. بتصعبها يا بلول. اسم عايز ترجع بلدك ولا تبوت هنا؟ اكيد عايز اعيش، بس ان انا ارجع دي مش لازم. يعني ايه؟ يعني ممكن اقعد معاكم هنا لو حابب. انا مش فاهم منك حاجه. بس اللي انا عايزه منك تمنه حياتك، معلومات قصادها سيبك تعيش. اتفضل. عايز اعرف الحتت اللي بتنزل فيها العساكر الفرنساويه. اكيد ما اعرفهاش. ليه كده بس يا انت اسمك ايه؟ بشار. ها؟ بشار؟ بشار. هي بشار وخلاص. انا اعرف اسامي الاماكن اللي انا نزلت فيها خدمه بس. تعرف تروحها من هنا؟ انتوا جايبيني متغمي هعرف منين؟ بس انا اقدر اعرف اسامي الاماكن اللي بتنزل في اوامر الخدمه. وبيلو عرف اسامي الاماكن دي منين؟ في فلاحين كتير شغالين معانا. جواسيس؟ لا مش جواسيس، لما كنا بنجدد القلعه عرفنا فلاحين كتير منكم، ومن ساعتها هم شغالين معانا. طب اسمعني بقى، انت هتقولي على اسامي الاماكن وهتقولي كمان على المواعيد اللي بتنزل فيها العساكر في الاماكن دي، فاهمني؟ رجالة أنا عايزهم أحياء، مش عايز أي غباء أو خوف يخلينا نموت حد فيهم، دي الطريقة الوحيدة اللي هنطلع بيها المقبوض عليهم، فاهمين؟ لا شيخ حامد، يلا يا رجالة الله. يلا على الله يا رجالة، خدوا بالكم المكان لغاية ما نرجع. شدوا حيلكم يا رجالة، ربنا معاكم. خليها على الله. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.